أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاء وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو بهيم
أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما صدق الله.